كتير غير الامور الماديه، في حاجات كمان فنيه، وده الحقيقه اللي عامله السنه دي بشكل اكتر من رائع. سموحه اللي دخل للمركز الثالث ودخل بيشتغل بشكل رائع وسط الكبار، وواضح ان احمد سامي السنه دي ناوي على حاجه او بيفكر على حاجه. لو سالته هيقول لي اكيد انا مش ناوي على حاجه، انا باخد المباراه خطوه خطوه وماتش ماتش، وشغالين بشكل هادئ، معايا جهاز فني جيد ومعايا لعيبه ظاهره بشكل رائع. صح كده كابتن احمد ولا في تغيير؟ بالظبط كده. الله ينور عليك. انا مش عايز انزل لك. تمام، انا عارف انك مخلص ماتش فمش عايز اجيدك، قلت اخلص انا الشغلانه وانت تخش تقول لي تمام كده، اشكرك ونبقى ايه عملنا المصلحه. لا انا مش عايز، انا بنسعى ان احنا نقعد في الدوري بس. تقعد في الدوري بس؟ ها؟ اه ده انت جايب الطموح يعني ايه، عايز ترمي الحمل خالص. لا لا لا، الطموح موجود وكل حاجه، بس احنا الاول في خطوات. انت لعيبه، انا عندي اللعيبه اللي دوليه واحد او اثنين. لكن الطموح بيبقى لازم تجيب اضناب بشكل معين، وبالتالي الطموح يطلع بشكل معين. ما هو السنه اللي فاتت انا وصلت رابع بالشكل ده، وكانوا برضه يقول لك انت بتعادل كتير، وفنشت دوري رابع وما وصلتش الكونفدراليه. صح. بس تكسب 2-0 من على التليفون؟ لا لا لا، مش الدرجه دي. ما انا شايفك الصوره قدامي وانت بتتكلم في تليفون، وانا اللي بقول اهو. لا لا يعني، ما هو احنا بندرب واللعيبه بتتعب. بتكلم مين يا كابتن في التليفون؟ كنت بكلم جهاز. هل يا كابتن فاتح الخط 90 دقيقه؟ لا. لا خالص، لا لا مفيش الكلام ده. وبعدين يعني احنا يعني احنا عندنا كان عندنا تمرين، وبعد كده في محاضره، وعارفين بنشتغل ازاي. هو كان طبعا يعني احنا بدانا الماتش يا كابتن سيف، يعني مش هطول عليك، احنا بدانا الماتش احنا كنا عارفين نادي محله، فرقه كبيره وعندها سرعات كتير، ومعاهم عبد الحميد بسيوني مدرب كبير، فاحنا مش هو نادي، هو فريق محترم بصراحه ويستحق كل تقدير طبعا. وبعدين احنا اشتغلنا وعارفين ان هم بيشتغلوا مرتدات بشكل كويس، وكل ما انا بكسب بلاقي صعوبه جدا في المساحات. فقدرنا نوصل بالكوره في العارضه في الشوط الاولاني، وفرصتين في السكس يارده هم ما وصلوش الا بكوره يعني شبه فرصه. الشوط الثاني بدانا بشكل كويس، اتطرد مني كناريا. طبعا انا ما اعرفش هو اتطرد ليه، بس يعني هو اتطرد في الاخر في الدقيقه 60. عدي بقى، عدي قصه التحكيم دي، عديها، امورك ماشيه كويس. ما هو الحمد لله على كل شيء. وبعدين احنا طبعا احنا عايزين نكسب بشكل كبير، احنا عاملين مكاسب الفتره اللي فاتت كويسه، واللعيبه بتادي بشكل كويس وانا بشكرها طبعا. فاحنا عندنا هدف ان احنا كنا عايزين ندور على الثلاثه بونت. الثلاثه بونت يا كابتن السنه دي غاليين قوي. يعدونا ال 20 بونت، حاجز ال 20 بونت ده حاجه كويسه، ولسه برضه لسه بدري، احنا 11 ماتش بس. فانا حاولت بشكل كبير جدا، غيرنا التكتيك شويه، نزلت سيله راس حربه جنب مروان، ونزلت حمدي علاء ديفندر، ولعبت وادي تحت الفيرود، فما بانش ان انا عايز اكسب. كسبت النواحي الهجوميه، لعبنا براس الحربه واحنا 10، وفي الاخر احنا ما بانش ان احنا 10. وبان ان احنا دايما احنا عايزين نوصل. وادي حط الكوره لخالد. انت كابتن احمد بلغه الكوره يعني نجحت ان انت تخلي اللعيبه تصدق نفسها. لا ما هو احنا عندنا لعيبه كويسه جدا. لا انا فاهم، انا مش قصدي، انا قصدي ان انت نجحت انك تخلي اللعيبه تصدق نفسها، ان سموحه بقى اسم كبير، انت بتلعب في نادي كبير، مفيش فروقات، مفيش حاجه، بغض النظر عن الامكانيات، بتلعب اي فريق بشكل قوي جدا. طبعا لازم، انا قلت له لازم، واحنا من السنه اللي فاتت احنا كنا رابع، واللي قبليها كنا خامس. والسنه دي هو ما احنا جايين برضو في نفس الوقت، ان احنا كل عارفين ان كل الناس بتعمل لنا حساب، ودي حاجه لازم اللعيب كان يعرفها ولازم يحس بيها، وحس بيها ان الفرق بتلعب معاه، في فرق بعض الفرق بتلعب مان تو مان معاه. ويعني الموضوع بتلاقي صعوبه بشكل كبير جدا، غير لما بتلاقي فرق كبيره بيبقى عندك مساحات وكده يعني. لكن هو في الاخر قدرنا الحمد لله، لعيبه مسؤوليه كبيره جدا وانا بشكرها بشكل كبير جدا، ان احنا قدرنا وادي يحط لخالد الكوره يجيب جول الاولاني، ضيعنا سيلا انفراد من نص الملعب كان ممكن النتيجه تبقى اكبر، مروان حط جول عالمي الفاول حطه بشكل مميز جدا، والحمد لله يعني قدرنا نوصل للنقطه 22. دي تساعدنا بشكل كبير، نلم نقط بشكل كبير جدا، نلم
نقط تخلينا نبقى مستريحين واحنا بنلعب مش مضغوطين، وفي نفس الوقت برضو مروان بقى هداف الدوري حاجه كويسه برضو. صح. فيعني مكاسب فرديه وجماعيه بشكل كبير. وعندك الهاني وعندك مدرب حراس مرمى على مستوى عالي حاول تحافظ عليه. طبعا طبعا هاني وكابتن ناجي اضافه كبيره جدا لهاني، وهاني بيأدي بشكل كويس، وعمر صلاح واشرف وتيمور الدالي اربعه بصراحه بشكل كويس جدا، وهاني بيأدي معانا ماتشات عالي قوي. وفي الاخر برضو النواحي الدفاعيه المنظومه الدفاعيه خط الظهر اللي قدام هاني أدي بشكل كويس جدا جدا. فيعني الحمد لله يعني مكسب كويس، بس لسه بدري قوي 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 على الكلام ده. انا ممكن تطلع من المربع بعد كده، بس اهم حاجه تبقى عندك استمراريه ان انت تبقى قريب من الناس. هو ده، لكن هو في الاخر ما فيش فرقه بتكسب على طول، ومفيش فرقه بتخسر على طول. احنا بنحاول دايما ان يبقى الطموح بالعقل. وخلي بالك ما انا ما اتغلبت من الاهلي الماتشين الثلاثه الاولانيين، اتغلبت من الاهلي، بس احنا رجعنا بقوه. ودي هي برضو اللعيبه بتاخد خبرات ويبقى عندها نوع من المسؤوليه الكبيره تجاه الجماعيه الاول يا كابتن سيف، وبعد كده الفرديه، لان هو الجماعيه هي نمره واحد في فرقه سموحه. صح صح. لكن اللعيب اللي بيشتغل بشكل فردي مش هتلاقيه بيلعب معايا. بالتوفيق يا كابتن، الف مبروك وبالتوفيق في اللي جاي. الله يخليك يا كابتن. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا، مبروك سموحه. الحقيقه هارد لك غزل المحله، عامل اداء رائع جدا في الدوري الممتاز بالامكانيات بتاعتهم، ولكن فرقه الحقيقه بتلعب كوره جيده. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. احمد سامي، علي ماهر، ايهاب جلال، الحقيقه ادارات فنيه حتى الان عامله اداء رائع جدا 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 في الدوري الممتاز. علي ماهر مع فريق لسه بادئ ولسه داخل بقى ليه شكل بشكل جيد، احمد سامي مع سموحه، ايهاب جلال مع بيراميدز ماشي ايضا بشكل جيد جدا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق.